الستراكشر الثالثه اللي هي سميناها بيز ادريسنج. نعم. ايه؟ لا ده مش دي سيجنال، ما احنا قلنا دي سيجنال. في اشاره اسمها ار 1 يعني ريد، ريد ريجستر 1 او ريد بورت 1 في الريجستر، يعني انت ما ذاكرتش اكيد يعني. ادي كلام محددينه اصلا في الهاردوير وقلنا دي، فدي سيجنال، عاوز السيجنال دي تبقى بواحد. خلاص؟ طيب يبقى ده ار 1 تبقى بواحد، يعني خلي الار 1 بواحد. ده بعد كده دي مجموعه الايه؟ ال 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 في واحد اهو، ادي البي سي مالتبلكسر واحد اللي هو رقم اربعه. لا ده الانكريمنت اهي، ليها الانكريمنت واضح اهي، في سيجنال اسمها انكريمنت البي سي، ده اللي هي بانكريمنت بس مش بواحد، بانكريمنت بكام يا جماعه؟ باربعه، لان قلنا بيتعامل مع وورد والوورد 4 بايت. نعم؟ اه طبعا دي الانكريمنت، دي اشاره لما تيجي زود لوحده. دول هنحتاج لهم لو فرض ان انا بعمل جامب سواء كان كونديشنال او ان كونديشنال، فواحد منهم للكونديشنال وواحد تاني ليه؟ للان كونديشنال. اما دي فدي للطبيعي. علشان كده اهي لو بصيتي كده ادي الانستراكشن ده اهي، اهي في دايما بقول بي سي انكريمنت بكام؟ بواحد، علشان هي انكريمنت طبيعي. حتى مع البرانش او مع الجامب برضه بينكريمنت. صح ولا لا؟ ليه؟ حاضر يعني. مع البرانش او الجامب برضه بينكريمنت، ليه؟ لانه هو ده انا لسه مش عارف الانستراكشن ايه. الخطوه الاولانيه دي لسه بجيب الانستراكشن. فالطبيعي بجيب الانستراكشن وانكريمنت. بعد كده لو فرض انها كانت عباره عن برانش او كانت جامب، ها كل اللي انا هعمله همسح القيمه القديمه واحط القيمه الايه؟ الجديده، فبالتالي ما ضرنيش الانكريمنت. واضح؟ نعم. كان عاوز يسال مين كان عاوز نعم. ما هي دي طب بس دي واحده، اعمل الكيرسور ده اهو، اهي ادي السيجنال اللي هي الانكريمنت، هي الجزء ده حط واحد في الانكريمنت بتاع البي سي. خلاص كده؟ فجمعنا. ولاحظوا هنا بقى يا جماعه احنا عملنا دول ليه بالوان، مع ان كان بعضكم شايف بعض الالوان مش باينه، طبعا غيرتها لكم، لكن ليه عاملينها بالوان؟ لانه هتتلاقي في بعض الانستراكشن مشتركه مع الانستراكشن وبعضها، يعني بعض الريجستر ترانسفير اللي احنا كاتبينه موجود في الانستراكشن الاولانيه مثلا والثانيه والثالثه والرابعه، فاديناهم نفس اللون. واضح؟ لان الخطوه اللي بعد كده اللي احنا هنبدا فيها هنجمعهم، فبالتالي هنجمعهم يبقى خلاص عارف، ابقى عارف مين اللي متكرر وهكذا واجمعهم، فده السبب ان احنا لوناهم، والا لو ما تلونوش مفيش مشكله يعني. خلاص؟ فبالتالي ادي دي مجموعه الانستراكشنز اللي خاصه بالايه؟ بالانستراكشن الرابعه. وطبعا خد بالك من حاجه كمان، ان احنا حطينا هنا ايه؟ كود لكل الانستراكشن. ومن ضمن التبسيطات اللي احنا عملناها ان قلنا طبعا خد بالك الهاردوير ده بتاع الميبس بالظبط. خلاص؟ وكمان الانستراكشن فورمات بتاعت الميبس. لكن الانستراكشن اللي احنا حطيناها جزء من الانستراكشن بتاعته، عشان يبقى الايه؟ الديزاين بسيط بس نقدر نعمله في محاضره او اثنين. واضح؟ فده السبب. فبالتالي هنا دي الانستراكشن دي قلنا بما ان هحط سته انستراكشن فهحط الكود مختلف شويه عن مين؟ عن الميبس. الميبس عنده انستراكشنز كتيره، فبالتالي عشان كده ايه؟ الكود بتاعه 6 بيتس هياخد احتمالات كتيره فيها. احنا مش عاوزين غير 6 احتمالات، فقلنا كل بيت تمثل انستراكشن، كل بيت تمثل ايه؟ انستراكشن. نعم اللي كان عاوز يسال. ما هو في فانكشن في الار تايب واتكلمنا عنها تاني انستراكشن. توصل فين ايه؟
سلكت ايه بس المره سلكت ايه؟ الكوب كود يعني الفانكشن اللي هي تقصد بيها ايه؟ انت قصدك ده، ما دي خلاص قلنا دي دونت كير، لان انا مش عاوز غير انستراكشن يعني سته انستراكشن من ضمنهم الار تايب انستراكشن واحده بس، خدنا انستراكشن واحده في الار تايب واضح؟ فبالتالي الفانكشن ما بقاش ليها لازمه، هتبقى دونت كير لما تستخدم انستراكشن فورمات الار فورمات، يبقى الجزء ده فاضي ما فيش غير مستخدم دونت كير يعني واضح؟ ده تستخدمه لما تكون هتحط اد وسبتراكت ومش عارف واند واور، لكن احنا زي ما قلت للتبسيط خدنا ايه؟ انستراكشن واحد. طيب ده هنا كيو 4 دي ريجستر ترانسفير والسيجنال المطلوبه ليها، وادي كده شكل الترانسفير اللي هتشتغل علشان تنفذها اللي هي بالليسو. نفس الكلام ادي ار 5 او كيو 5 انستراكشن رقم 5، وادي الريجستر ترانسفير والسيجنال المطلوبه ليها، وادي كده الترانسفيرز المطلوبه لتنفيذها اللي هي باللون الايه؟ الاسود. اللون الاسود ده هو عباره عن الريجستر الترانسفير المطلوبه لتنفيذها، اما الاصفر فترانسفير او باسز موجوده لكن غير مستخدمه في الايه؟ في الانستراكشن دي، لكن هتبقى مستخدمه في ايه؟ انستراكشن اخرى. وهكذا. دي اخر انستراكشن اللي هي بتاعت الجامب اللي احنا سميناها ايه؟ بسويدو دايركت، ودي الانستراكشن المطلوب لتنفيذها او الريجستر ترانسفير المطلوبه لتنفيذها. وادي شكل الترانسفير المطلوب ليها. الخطوه بقى دي هي دي اللي ما خدناهاش في المحاضره اللي فاتت، ان احنا هنا جمعنا كل الريجسترز او كل ريجستر ترانسفير، قصدي الريجستر ترانسفير والسيجنالز اللي هي مكتوبه في كل الانستراكشن، بس كتبنا الانستراكشن اللي متكرره كتبناها ايه؟ مره واحده، وقلنا بس ايه؟ ان دي هتحصل مع الانستراكشن الفلانيه والثانيه والثالثه والرابعه اذا كانت بتحصل اكتر من مره. اهي ادي اول واحده اهي. دي اللي احنا قلنا عليها الفيتش، فاكرينها؟ وقلنا الفيتش ده بيبقى لمين؟ لكل الانستراكشن. ولذلك خد بالك انا بميز الانستراكشن الاولى عن الثانيه ازاي؟ ها؟ عن طريق البيت، عن طريق البيت اللي هي في الاوب كود. الاوب كود 6 بيت صح ولا لا؟ واحنا خدنا كام انستراكشن؟ 6، وسميناها ميبس لايك عشان انهم دول السته دول هنخصص 1 بيت لكل انستراكشن. خلاص؟ فبما ان الفيتش بتحصل ليهم كلهم لذلك قلنا اهو الانستراكشن او ريجستر ترانسفير ده والسيجنال ده ايه؟ بتحصل مع الانستراكشن الاولانيه كيو 1 ومع كيو 2 كيو 3 كيو 4 كيو 5 وكيو 6. وده انا ما جبتهاش من عندي، لا ده احنا راجعنا مجموعه الريجستر ترانسفير اللي كتبناها لكل انستراكشن، شفنا دي لانها فعلا متكرره معاهم كلهم، فرحنا مجمعينها دي لوحدها وقلنا انها ايه؟ بتحصل مع السته سيجنالز دول. خلاص؟ دي اول واحده. اللي زيها طبعا خد بالك بتعمل فيها ايه دي؟ عشان نبقى فاهمين معموله ازاي؟ طبعا كتبناها. بيقول لي هات لي الانستراكشن ميموري اللي عنوانها البي سي، يعني الادرس بتاع البي سي دخله على الانستراكشن ميموري. خلاص؟ هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي الانستراكشن اللي هي البيت من كام لكام؟ من 0 ل 31. خلاص كده يبقى انت عملت فيتش. طلع على الباص الانستراكشن نفسها. خلاص؟ هتعمل ايه في البي سي؟ هجهزه للنكست ايه؟ سايكل. يعني اعمل ايه؟ ها؟ انكريمنت البي سي. خلاص ادي اول واحده. الانستراكشن الثانيه طبعا دول مش بالترتيب، ده لما جينا نجمعهم جمعناهم طبقا اللي هتحصلهم في الانستراكشن اللي موجود. لقينا الانستراكشن ده ايه؟ بتحصل مع الاربعه الخمسه انستراكشن دول كيو 1 2 3 4 5. خلاص؟ ايه بقى دي بتقول ايه؟ بيقول لي هات لي انستراكشن بيت من 21 ل 25 واديهم على الار ريجستر 1، على الار ريجستر 1. انا نرفع ده بس شويه احسن عشان اكتب هنا بدل ما اقعد اكتب في الناحيه الثانيه. فين ال مش موجود؟ ايه؟ لا هو المفروض يكون موجود هنا في حته.
عارف. لا الجهاز مش معلق، هو الجهاز نفسه مش مطفي، مش موجود. اه امال طب ده بيطلع ازاي؟ ولا هي كده ما بتطلعش ولا تنزل؟ شغلانه يعني. كده هنقعد نتحرك كتير. طيب احنا عارفين ان البلوكس اللي عندي اهي، ده كانت الانستراكشن ميموري، بتطلع لي هنا الانستراكشنز، بقسم الانستراكشن لاجزاء، وبعد كده جاي لي هنا الريجستر فايل. الريجستر فايل بقى هو اللي يهمني، لان ده اللي بيستخدم كتير. عندي هنا ار ريجستر 1، يعني معناها الادرس بتاع ريد ريجستر 1. ريجستر 1 اللي هو عباره بنسميه ار دي 1، اللي هي الريجستر فايل زي ما قلنا عليها انبوت وليها اثنين اوتبوت. ادي واحد من الاوتبوت اهو خلاص، وادي الثاني كاوتبوت وليها انبوت هنا كمان اهو، بنسميه ار داتا. ار داتا طبقا للدياجرامز اللي عندك، لو رجعت الدياجرام هتلاقي كده اهو، وده انبوت وده برضو انبوت. برضو كمان زي ما عندي ريجستر ار ريجستر 1، في عندي ار ريجستر 2 اللي هو بيطلع لي الداتا بتاعت ريجستر 2 ار دي 2، عشان بس نبقى عارفين الترانسفير ده كل ترانسفير بيعمل ايه. خلاص كده. وطبعا عندي كمان رايت ريجستر اللي احنا بندخل فيه الداتا دي، واضح؟ الداتا دي بتدخل في ريجستر، يبقى ده العنوان بتاع الريجستر اللي هندخل له الداتا دي، ويبقى ده هنا العنوان بتاع الريجستر اللي هنخرج منه الداتا دي، وده عنوان الريجستر اللي هنخرج منه دي الداتا الثانيه دي. سواء ده او ده، علشان يخرجوا داتا لازم يكون ليهم اشاره ريد، ريد 1 لده عشان يطلع الداتا يديله كده، وريد 2 لده، وده برضو عشان يكتب الداتا دي في الريجستر اللي عنوانه ده يبقى عاوز اشاره ايه؟ رايت. كل دي مكتوب عندك في الدياجرام، يبقى هي دي السيجنال اللي احنا عاوزينها، وبناء عليها هو ده الترانسفير اللي هتلاقيه، هتلاقيه كده. فنيجي نشوف كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي خرج لي البيتس من 21 ل 25 على الار ريجستر 1، على الادرس بتاع الريجستر الاولاني اللي هو هيطلع على بورت 1. خلاص كده؟ وايه كمان؟ ها؟ وادي ار 1 بواحد، ادي ار 1 بواحد، يبقى الثاني ترانسفير بيدي هنا ادرس وبيدي ايه؟ ها؟ ريد 1. يطلع ايه بقى؟ هيطلع ريد 1، وبالتالي هتلاقي جزء بعد كده ريد 1. المهم ده الترانسفير ده مهمته كده، مهمته يديني الادرس ده والسيجنال ده ايه عشان يطلع لي الداتا دي. خلاص؟ ده اللي هو ثاني ترانسفير. والادرس ده هيبقى جاي من البيتس ب 21 لحد 25. واضح؟ طبعا كتبناه الكلام ده بالتفصيل. تعالوا نشوف الترانسفير الثالث. الترانسفير الثالث بيقول لي خرج لي الانستراكشن بيت من 16 ل 20 على الرايت ريجستر. الرايت ريجستر ده خرج لي عليه او اديله الداتا بتاعت الانستراكشن البيتس من 16 ل 5 ل 20، يبقى ده الادرس. خلاص؟ وادي الرايت بواحد. خلاص؟ هيعمل ايه بقى؟ هيخزن لي الداتا اللي جايه هنا في الريجستر اللي عنوانه ده. واضح؟ بس دي طبعا هتبقى في ستيب ثانيه، مش مشكله دلوقتي. طبعا حددناها مع الانستراكشنز نفسها، بس هنا انا بكتب الترانسفير بيعمل ايه بس. خلاص؟ فطبعا الترانسفير ده مش كامل لان في حاجه هتكمله، لكن هنا طبعا حددنا مين اللي هيكمله قبل كده. خلاص كده؟ فبالتالي يبقى ده الترانسفير الثالث. ده عباره عن الترانسفير، ودي السيجنال اللي مطلوبه لتنفيذ الترانسفير. طيب بعد كده هنا الترانسفير ده بيقول لي ايه؟ ار دي 1 اللي طلعت بره هنا على ار دي 1 اللي قلنا عليها بعد الريد، خرجها على ايه؟ اليو اي. كويس. وخد البيتس اللي هي من 0 ل 15 اعمل لهم ساين اكستنشن وخرجهم على مين؟ على ايه؟ اليو بي. يبقى انت هتعمل عمليه جمع، صح؟ وبالتالي قال لي ايه؟ خلي الجمع بواحد. خلي الجمع بواحد. خلاص كده؟ طيب دي
كانت اتنفذت فين؟ اتنفذت على اول انستراكشن ها وثالث انستراكشن وايه ورابع انستراكشن. طب ودي دي لقيناها فين؟ في اول انستراكشن وثالث انستراكشن خلاص. طب ودي لقيناها في الخمسه الاولانيين، عشان كده كتبنا ان دول بيحصلوا مع كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 عشان نشوف ايه اللي هنعمله. مفهومه كده؟ طيب اخر اللي بعد كده هي الانستراكشن دي ال يو ار. طبعا ايه ال يو ار؟ انا عندي هنا بعد ده في ال يو ليه طرف اسمه ال يو بي وطرف تاني اسمه ال يو بي وليه طرف اسمه الريزلت. الانستراكشن دي بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي هات ال يو ريزلت وديه على الار داتا، على الار داتا يعني خد ده وديه هنا، يعني كانك عاوز تعمل كده او الانستراكشن دي بتعمل كده، تاخد ال يو ريزلت وديه على الار داتا خلاص كده. يبقى دي الانستراكشن دي، ودي بتحصل مع كيو 1 وكيو 2 خلاص. طيب الانستراكشن دي بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خرج الانستراكشن بيت من 16 ل 20 على الريجستر ار 2 اللي هو ده. يبقى هناخد البيتس من 16 ل 20 اوديها على الريجستر ده، على الادرس ده اسف، على الادرس ده. معنى كده ان انا اديت ده ادرس يبقى هيديني ايه؟ داتا. بس لما تدي له ايه؟ تدي له ار 2، فعلشان كده معاها ار 2 بواحد، معاها ار 2 بواحد. طيب بعد كده الانستراكشن دي بيقول لي خرج لي الادرس بيت من 11 ل 15 على الرايت ريجستر، على الرايت ريجستر. يبقى الرايت ريجستر ده ايه؟ جالها حاجه ثانيه اهي، احنا كنا ذكرناها فوق قبل كده لكن برضه هنذكرها هنا اهي. ادي هنا البيت من 11 لايه؟ ل 15، بينما المره اللي قبل كده كانت من كام لكام؟ من 16 ل 20. ولذلك عشان كده حطينا الدي فاكرين؟ مالتيبلكسر، عشان يا اما يختار دي يا اما يختار دي. يبقى دي هتديها لازم تدي معاها رايت، تقوم تعمل تخزن الداتا دي في الريجستر اللي انت اخترته هنا خلاص كده. ويبقى دي كمان اتكلمنا عنها. الانستراكشن اللي بعد كده، وطبعا دي زي ما قلنا بتحصل مع كيو 2 بس، مع الار تايب انستراكشن، مع الار تايب انستراكشن. بالنسبه للانستراكشن دي بتعمل ايه دي بقى؟ بتعمل اتنين ترانسفير، ار دي 2 توديه لايه؟ اليو بي، وار دي 1 توديه لايه؟ اليو اي، وتدي اشاره اد. يعني بتعمل ايه؟ بتجمع اتنين ريجستر خلاص، اللي طالع من الريجستر فايل ده واللي طالع من الريجستر فايل ده هيروح ده هنا وده هنا ويعمل جمع، يدي هنا اشاره اد خلاص. ويبقى دي اهي دي الانستراكشن اللي بعد كده. الانستراكشن اللي بعد كده دي بتحصل مع اتنين انستراكشن كيو 3 وكيو 4 اللي هم بتوع اللود والستور. اللود والستور بتحسب لهم ادرس. طب بتحسب الادرس ازاي؟ تاخد الاوفست اللي هو بتعمل له ساين اكستنشن واضح، وتحوله ل 32 بت وتجمعه مع ريجستر. ريجستر مين؟ الريجستر الاولاني واضح. فبالتالي هتودي هنا الريجستر الاولاني او على الاي ال يو، والاكستندد فاليو دي على الاي ال يو بي، يطلع ريزلت. الريزلت دي هي مين؟ ادرس. علشان كده وديناها على الادرس بتاع الداتا، الادرس بتاع الايه؟ الانستراكشن بتاع الداتا ميموري. ادي الداتا ميموري اهي برضه ليها شويه سيجنالز. الميموري دي غير الميموري دي، الميموري دي ريد ورايت، ريد بس اسف، لكن دي ريد ورايت، الميموري دي ريد بس. ولذلك خد بالك الانستراكشن الاولانيه خالص ما فيهاش سيجنال غير بتاعه الانكريمنت بتاع البي سي، لكن ما فيهاش ريد صح ولا لا؟ ليه؟ لان اصل انت بتقراها مع كل كلوك، بتقراها مع كل كلوك، فاكنك بتعتبر ان الكلوك هي الانيبل بتاعها، كان هي او هي اشاره الريد، فبالتالي ما لهاش اشاره، دايما لهاش اشاره غير بس بتديها ادرس وتاخد منها داتا. الداتا دي هي الانستراكشن،
ودي اللي هي اللي سميناها عشان كده انستراكشن ميموري، ملهاش لا ريد ولا حاجه، خلاص هي الكلوك بتاعتها مع كل كلوك بتقرب، فبالتالي الاوتبوت افيلبل على طول. اما دي لا، دي اللي هي الداتا ميموري المفروض ليها اوتبوت، ده سميناه ايه؟ داتا او تقريبا، داتا او خلاص، وليها انبوت للداتا، داتا او دي داتا، وليها ادرس خلاص، وليها ايه كمان؟ اشاره ريد ورايت، اشاره ايه؟ ريد ورايت، مش فاكر مسمينهم ايه بقى، ميموري ريد وميموري ريد وميموري رايت، ام ار وام دبليو، او زي ما تسميهم يعني مش مشكله، المهم بس نعملهم نفس الرموز اللي احنا ايه حطينا على الدياجرام خلاص كده. وبالتالي هنا بقى بيقول لي في الانستراكشن دي خرج لي الايه اللي هو ريزلت على الدي ادرس، يعني اعتبر الريزلت بتاعت الايه اللي هو انها ده ادرس خلاص. يبقى بالتالي الادرس ده هتستخدمه كريت او ايه او رايت، ولذلك دي الانستراكشن دي بتحصل مع كيو 3 وكيو 4. بعد كده هنا بيقول لي ايه، ها هات لي الداتا اوت حطها على الار داتا، يعني دي في حاله اللود هاخد الداتا واخزنها في ريجستر، واضح؟ عشان تخرج الداتا بره يبقى لازم تعمل ايه؟ ريد ميموري ريد خلاص؟ بقى هتاكتيفيت الميموري ريد، تقوم الداتا اللي خارجه تتخزن فين؟ في الريجستر فايل، في الريجستر اللي انت حددته خلاص كده؟ يبقى دي الانستراكشن دي. نيجي للانستراكشن اللي بعدها، الانستراكشن اللي بعدها عكس اللي قبلها، الانستراكشن ده اهي عكس الاولانيه اللي قبلها على طول. الاولانيه بتعمل ايه؟ بتاخد بتاخد لود، بتاخد من الميموري تخزن في الريجستر. طب دي بقى تعمل ايه؟ تاخد من الريجستر اللي هو اول ريجستر تخزن في الميموري، ولذلك عشان كده اهو خدنا ار دي 2 حطيناه في ايه؟ في الدي داتا 1. طب واحد يقول الله امال فين ار 1؟ لا ار واحد استخدمناه كادرس، مش انت حسبت ادرس؟ فالادرس صحيح الاثنين كانوا اكتيفيتد، لكن واحد خدناه كادرس والثاني خدناه كداتا، اما هتقراها يا اما هتكتبها خلاص كده. طيب بعد كده هنا ار دي 1 ريجستر الاولاني اللي على البورت 1 على اي ال يو اي، وبورت 2 من ريجستر فايل على اي ال يو بي، معناها هنعمل عمليه على حطينا هنا ايه بقى؟ صب. صب ليه بقى؟ اصل دي الانستراكشن اللي هي فيها كونديشن، والكونديشن ما عنديش غير كونديشن واحد، يا اما صفر يا اما مش صفر، واضح؟ فبنعمل كومباريزون، هل الار دي 1 والار دي 2 متساويين؟ يبقى الزيرو فلاج بواحد، او مش متساويين يبقى الزيرو فلاج بايه؟ بصفر. يبقى لو الزيرو فلاج بواحد هننفذ الاوبريشن، لو الزيرو فلاج مش بواحد يبقى مش هننفذ الاوبريشن. دي اللي هي الانستراكشن قبل الاخير خلاص كده. فدي كده ده مهمته بس الكومباريزون، انه لسه هيدي لك بعد ما تعمل العمليات دي هيطلع لك الريزلت اللي هي مين؟ الزيرو. ولذلك عشان كده ده بنعمله عند الانستراكشن رقم 5 اللي هي اللي قبل الاخير خلاص. كمالته بقى هي الخطوتين اللي جايين دول، الكماله بتاعت دي هتبقى دي، اما تدي الريزلت الريجستر الاولاني والريجستر الثاني على الاي ال يو وتدي اشاره طرح هيعمل ايه بقى؟ مش عاوز نتيجه، انا عاوز بس زيرو فلاج، هل بصفر ولا مش بصفر؟ خلاص؟ اذا كان الزيرو فلاج بصفر يعني مش متساويين، يبقى ما تنفذش، اما اذا كان بصفر يبقى ايه؟ نفذ العمليه. طب نفذ العمليه يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل برانش. طب البرانش يعني ايه؟ اهو خد الساين اكستنشن البيت من 0 ل 15 دول خليهم 32 بت بالساين اكستنشن، واجمعهم على البي سي، واجمعهم بالاشارات طبعا، معنى ساين اكستنشن يعني بتجمعهم بالاشاره على مين؟ على البي سي. يبقى ده العنوان، هو ده اللي انت هتروح له. لذلك عشان تروح للعنوان ده حط المجموع ده فين؟ في البي سي. حط المجموع ده فين؟ في البي سي اهو، حط ده في البي سي
وعشان يتحط في البي سي لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ايه؟ لود للبي سي، اشاره اللود. طبعا خد بالك البي سي ليه لود وليه انكريمنت، واضح؟ الانكريمنت عملناه في الاول خالص، اما اللود في نهايه الانستراكشن هعمل الايه؟ اللود. وخد بالك ما فيش لخبطه هنا، انت كمنك ما كنتش عارف الانستراكشن بتمثل ايه، فالطبيعي ان انت تعمل انكريمنت، لان احنا قلنا ما هو البي سي؟ البي سي عباره عن ريجستر اللي فيه الادرس بتاع مين؟ النكست انستراكشن. طب انا مش عارف اللي يا ترى الانستراكشن اللي جايه دي هتكون ايه؟ هل هستخدم النكست ولا هستخدم قيمه ثانيه؟ فبستنى لحد ما ايه؟ انفذ الانستراكشن واشوف الانستراكشن بتقول ايه؟ فهنا لما نفذنا الانستراكشن لو كان الزيرو فلاج بواحد يبقى القيمه اللي انا حسبتها دي هحطها في البي سي، عشان كده هعمل لود. ولما احطها في البي سي هتعمل ايه في القيمه القديمه؟ هتلغيها، صح؟ هتبقى تريبليس. اما لو كان الزيرو فلاج مش بواحد ايه اللي هيحصل؟ مش عاوز، فخلاص الانكريمنت القيمه بعد الانكريمنت دي اللي هتبقى فين؟ في البي سي زي ما هي. فهمت؟ فده السبب ان انا في البدايه عملت انكريمنت لان مش عارف الانستراكشن، وبعد كده لما الانستراكشن طلعت جام عملنا لود. يبقى دي الانستراكشن دي. نيجي لاخر انستراكشن اللي هي ابسط نوع. بنعمل ايه؟ بناخد الانستراكشن بيتس من 0 ل 26 ل 25، واضح؟ وبزود لهم صفرين من اليمين، بزود لهم صفرين من اليمين يبقوا كام بت؟ 28. واخد الاربعه بت الموست للبي سي احطهم كموست، وبالتالي يبقى دي ال 32 بت. واحط القيمه دي كلها التركيبه دي احطها فين؟ في البي سي، يقوم يجامب للعنوان ده. ولذلك عشان كده سميناها بسويدو جامب او بسويدو دايركت ادريس. طب ليه سميته بسويدو؟ لانه حقيقي مش دايركت ادريس لاي حته. ده دايركت ادرس وزن 2 اس 28 ادرس بس، واضح؟ يا وزن منطقه حجمها 2 اس 28. 2 اس 28 يعني كام؟ يعني 256 ميجا. يعني الجنب ده وزن 256 ايه؟ ميجا بس. طب هو في اكتر من كده؟ اه. الميموري قد ايه اصلا؟ 2 اس 32 يعني 4 جيجا. ما بقدرش انا اجنب على 4 جيجا في خطوه واحده، لا. واضح؟ فدي الجنب بتاعي في وزن 256 بس، عشان كده سموه بسويدو. واضح؟ ده مجموعه الانستراكشن، ودي هي عباره عن الايه؟ الانستراكشنز اللي بتستخدم كل ترانسفير من الترانسفيرز. لاحظوا كده بقى يا جماعه ان احنا بالدياجرام اللي احنا عملناه الترانسفيرز اللي احنا محددينها بتتنفذ، صح ولا لا؟ بمعنى ان انا موصل، يعني مثلا بقول هنا حط لي الانستراكشن على الميموري، انستراكشن ميموري ادرس اللي هو بتاع البي سي، حط لي عليه البي سي، وهنا هيطلع لك الانستراكشن. فعلا عاملين كده، يعني عاملين مثلا باث ما بين البيتس من 21 ل 25 للريجستر فايل، مش عاملين فعلا مسار كده؟ يبقى اذا المسارات اللي موجوده كلها دي موجوده، معمول لها ديزاين طبقا للاركتكشر اللي احنا حددناه من الاول. يبقى كان الهاردوير اللي انا عامله ده هو ده اللي هشتغل عليه، ما عملتش، مش هعمل فيه حاجه، لان هو خلاص ده جيفن، كانه ايه؟ جيفن، واحنا منقيينه بحيث انه ايه؟ يناسب الانستراكشن اللي عاوزينه. وبما ان ده كان خاص بالميبس، فهتلاقي فعلا الميبس زي ما قلنا مور كومبلكس بروسيسور، يعني ما فيهوش السته اللي احنا عملناهم بس، لا ده يناسب لكل الايه؟ الانستراكشن اللي هو بيعملها. خلاص كده؟ وبالتالي المسارات بتاعته جاهزه متوصله، فمش هتعمل فيها حاجه جديده. كذلك الفورمات متحدده، مش هنعمل فيها حاجه جديده. خلاص؟ الانستراكشن اللي احنا حددناه او الريجستر ترانسفير اللي حددناه اوريدي واصل. امال ايه اللي مش واصل بقى؟ السيجنالز. السيجنال بس هي اللي انا عاوز اعمل لها جنريشن في الاوقات اللي انا بحتاجها. واضح يا جماعه؟ يعني انت دلوقتي لو لاحظت مجموعه المجموعه ده اهي مكونه من ايه؟ ترانسفير كونكتد، موجود الترانسفير، اي ترانسفير من دول هتلاقيه موجود في الدياجرام. وايه كمان مع ترانسفير؟
سيجنال ار واحد وار دبليو او رايت واحد ومش عارفه ايه تاني، مجموعه من السيجنالز. السيجنال دي اللي انا عاوز بقى اعمل لها جينيريشن، يعني اجينيريت السيجنال ده ايه عند الترانسفير ده، والسيجنال دي عند الترانسفير ده، يعني عند الانستراكشن دي كلها، وهكذا. هو ده الديزاين، هو ده الديزاين بتاعي اللي المفروض اعمله. يعني مش بعمل لكل حاجه، لا، الحاجات اللي موجوده عندي جيفن خلاص، اكنها جيفن، زي الانستراكشن فورمات، زي الانستراكشن سيت، زي الهاردوير ريسورس، ده كله جيفن خلاص. المطلوب بقى ايه؟ عاوز الكنترول يونت، فمعنى ديزاين البروسيسور يعني ديزاين الكنترول يونت اللي تنفذ الانستراكشن دي على الهاردوير ده بالفورمات ده ايه ومجموعه الانستراكشن دي، ده هو الديزاين. يعني معناها المطلوب منك تطلع لي بس دايره تنفذ الانستراكشن، تنفذ الكنترول سيجنالز خلاص كده. طيب تعال نشوف بقى ازاي الكنترول، ايه هي الكنترول سيجنالز المطلوبه وننفذها ازاي. اهو ادي اول كنترول سيجنال انكريمنت البي سي، صح؟ دي بتحصل امتى؟ عند كل الانستراكشن. طب ازاي اعرف الانستراكشن دي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ اهو ذكر لي هنا الكلام ده، بيقول لي لما تكون الانستراكشن كيو واحد معناها اي 26 بكام؟ بواحد. عارف يعني ايه اي 26 ولا مش عارف؟ الانستراكشن بيت رقم 26 بتبقى بواحد عند كيو واحد. طيب وبعدين اي 27 بواحد امتى؟ عند كيو 2، واضح؟ ها 3 اي 28 بواحد، 4 اي 29 بواحد، 5 اي 39 بواحد، 6 اي 31 بواحد. ده اللي انت فرضته. بص هنا الكلام ده مش جاي من بره، بص كده، حاطين اوب كود ولا مش حاطين اوب كود؟ مين الاوب كود ده موجود في انهي بيت؟ ها من 26 بالظبط، واحنا حطينا واحد لكل انستراكشن، فهو ده اللي انت بتسال عليه. فاهم دي يا جماعه؟ يبقى ده تعريف كل انستراكشن. وبالتالي خد بالك بقى معنى كده الانستراكشن دي بتحصل عند كيو واحد اور كيو 2 اور كيو 3 اور كيو 4. يعني معنى كده الانكريمنت دي تبقى ايه؟ الاور بتوع الست سيجنالز دول، صح ولا لا؟ مش كده؟ وبالتالي يبقى معناها الكنترول يونت بتاعتك دي هتبقى عباره عن كومبينيشنال سيركت ببساطه. ليه كومبينيشنال؟ ليه مش سيكوينشال؟ احنا هناك فاكرين في الداتا باس اللي عملناه كانت سيكوينشال، ليه؟ لانه الحاجه اللي انت بتعملها بتنفذ الالجوريثم نفسه اللي هيعمل ده، لكن هنا لا، ده انا بعمل خطوه واحده، كل حاجه بتتنفذ في ايه؟ في خطوه واحده. يبقى بالتالي مش عاوز سيكونشال سيركت، عاوز كومبينيشنال ايه؟ كومبينيشنال سيركت. كل خطوه من دول بتتنفذ في خلال 1 كلوك، وبالتالي عشان كده هتلاقيها انها مش محتاجه غير كومبينيشنال سيركت بس. ادي كده مجموعه السيجنال المطلوبه لكل ترانسفير، ادي مجموعة السيجنال المطلوبة لكل ترانسفير. طبعا لاحظ كده هنا، ادي السيجنال الحقيقية، عاوز لود للبي سي وريد 1 وريد 2 لمين؟ للريجستر فايل، وعاوز رايت للريجستر فايل، وعاوز اد للاي ال يو، وعاوز سبتراكت للاي ال يو، وعاوز ريد لمين؟ للميموري، ورايت لمين؟ للميموري. دي السيجنالز اللي احنا عاوزينها فعليا. بس نتيجه علشان اعمل الباسز دي كلها وتناسب كل الانستراكشنز اضطرينا نضيف ايه كمان يا جماعه؟ فاكرين؟ اضطرينا نضيف ايه؟ في الاول بالظبط مالتيبلكس، اضطرينا نضيف ايه؟ مجموعه من المالتيبلكس، عشان المالتيبلكس مره هيختار لي المسار ده ومره هيختار لي الايه؟ المسار الثاني، ولذلك حطينا كمان بالاضافه الى السيجنال ده ايه؟ الاربعه سيلكشن بتاعت الاربعه مالتيبلكس. وهتلاحظ بقى حاجه، انه السيجنال ده ايه كلها اكتف ايه اصلا؟ فرضنا احنا في اكتف ايه؟ مش بنقول حط واحد؟ يعني معناها اكتف ايه؟ هاي. يعني معناها لو انت عاوزها خليها بكام؟ بواحد. طب لو انت مش عاوزها لازم تخليها بزيرو، اوعى تقول دونت كير،
اوعى تقول لي ايه دونت كير. واضح؟ ليه؟ لان السيجنال دي شغاله بحاجه واحده اللي هي مين؟ الواحد. يبقى لو خليتها واحد هتشتغل. طب هل انت عاوزها على طول بحيث تخليها واحد؟ لا، ده في حتت معينه بس عاوزها بواحد، وحتت تانية هيبقى مش عاوزها، يعني خليها بكام؟ بزيرو. خلاص؟ غير دي بقى، غير بتوع المالتيبلكسر. المالتيبلكسر هتلاقي ايه بقى؟ ما دام حطيت مالتيبلكسر يبقى اكيد هتستخدم يا ده يا ده، صح ولا لا؟ والا يبقى ملوش لازمه المالتيبلكسر. يبقى معناها هيشتغل في احيانا بكام؟ بواحد، واحيانا بكام؟ بزيرو، صح؟ واحيانا ما يشتغلش. يبقى لما يشتغلش هي معناها ايه؟ ممكن تخليه دونت كير. لما يكون مش شغال يبقى دونت كير، اصله ملوش قيمه، ما هو مش داخل معايا في السكه، يبقى مش هيليه، ما بيبقاش ليه تاثير، ما يبقاش ليه ايه؟ تاثير. خد بالك بقى من الكلام ده، انه هنا مهم انك انت تعرف الحته دي، لسبب لانه احيانا مثلا يجي لك اسئله كده اللي فيكم، مثلا يرجع للكتب اللي هي الريفرنس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، مثلا في كتاب اسمه كمبيوتر اركتكتشر، بيبقى فيه اللي هو فيه الميبس ده اللي احنا جايبين منه المحاضرات ومبسطينها بالشكل ده، يجي يقول لك ايه؟ افترض ان سيجنال من دول مثلا اللود ستيك على الواحد، مثلا ستيك على الواحد يعني حصل ايرور فبقت بواحد على طول. خلاص؟ ايه اللي هيحصل؟ يقول لك كده، هل الانستراكشن دي هتتنفذ صح ولا مش هتتنفذ صح؟ واضح؟ يقول لك انستراكشن معينه، هل دي لما السيجنال دي تبقى بواحد هتتنفذ صح ولا لا؟ طبعا هتيجي تشوفها، هل السيجنال دي مستخدمه ولا مش مستخدمه؟ اذا كانت مستخدمه يبقى المفروض هتبقى بواحد، فمش هتضر الانستراكشن دي. اما لو كانت مش مستخدمه يبقى المفروض تبقى بكام؟ بزيرو. يبقى لو انت سبتها بواحد ايه اللي هيحصل؟ يبقى غلط، الانستراكشن دي مش ممكن طبعا بعد كده تقول هيحصل كذا، او المهم انها مش هتشتغل صح. واضح؟ فلذلك لازم تبقى عارف ما هي الفاليوز الافكتيف وما هي الفاليوز اللي ايه؟ مش افكتيف. وبرده بالنسبه للمالتيبلكسر، بما انه القيمتين شغالين يبقى بالتالي ممكن اللي مش موجوده تبقى بايه بقى؟ دونت كير، يعني تخليها زيرو او واحد مش هتضر. نعم. الايه؟ السليكشن، ما هو بنقول ايه؟ ده سليكشن مش لاين، السليكشن بتاع المالتيبلكسر. السليكشن بتاع المالتيبلكسر ليه قيم معينه لازم يبقى بزيرو. صح؟ اهو هتلاقيها هنا. وليه قيم ثانيه لازم تكون بكام؟ بواحد. صح؟ وبالتالي القيم الثالثه بقى تبقى ايه؟ لا زيرو ولا واحد، ينفع الزيرو ينفع الواحد. صح؟ فبالتالي ليه؟ طب ليه ينفع الزيرو والواحد؟ ممكن ما يكونش في المسار. فبالتالي لو خليته زيرو هيفتح بس انا مش عاوز الاوت. واضح؟ او بواحد مش هيفتح برضه انا مش عاوز الاوت، فما فرقتش. واضح؟ الثانية لا، الثانية قلنا لا. لو قلت طبعا هي اكتب بالواحد، يبقى بحدد الواحد الغير واحد لازم يبقى بزيرو. واضح؟ لما اقول ان السيجنال هنا بواحد يبقى معناها في الاماكن الاخرى تبقى لازم بزيرو، ما تقوليش دونت كير. لانك لو قلت دونت كير، ما دونت كير ينفع يبقى واحد ولا لا؟ ينفع يبقى واحد، يبقى انت شغلت سيجنال في وقت مش المفروض تشتغل. طيب. خلاص كده؟ يبقى ده كده مجموعة. خد بالك بقى من الكلام ده، ان احنا لما ذكرنا هنا في الاخر خالص انه Q1 هي البيت I26 وQ2 هي I27، اهو كتبنا هنا دي البيتس اللي هي مكتوبه في الفانكشنز، دي البيتس اللي هي من 26 لكام؟ ل 31. خلاص؟ قيمهم مع كل ترانسفير، مش الاولاني ده بيحصل مع كل ترانسفير، وعشان كده 1 1 1 1 1 1 كويس. اللي بعديها بتحصل مع كام؟ الخمسه الاولانيين، والسته لا، او الخمسه الاولانيين بواحد والسته. فحولنا كيوهات الى 1 وزيروز، حولنا كيوهات الى ايه؟ 1 وزيروز، عشان هي دي الفانكشن اللي هجنريت بيها الايه؟ السيجن. هي دي الفانكشن اللي احنا هجنريت بيها السيجن. يعني بص كده، علشان طبعا الترانسفير الاولاني زي ما قلنا مش محتاج كنترول سيجن، مش محتاج كنترول ايه؟ سيجن، لان اعتبرنا الكلوك هي الايه؟ الريد، بيقرا مع كل كلوك. لكن الثانيه بقى خد بالك ليها كنترول سيجنال ار 1،
عاوزه ار 1 مش كده؟ طب يبقى سهله قوي. ار 1 عباره عن ايه بقى؟ ازاي استنتج ار 1؟ لا اور على طول ما بين الخمسه بيت الايه الليست اللي هي من اي 26 لحد اي 30 بس، ده الاور بتاعهم. اي واحده فيهم بواحد هيديني واحد، اي واحده فيهم بواحد الاور هتديني واحد، يبقى هي دي السيجنال اللي اسمها ايه؟ الار 1. خلاص وهكذا. ايوه ما هو خمسه. ما السته بكام؟ بزيرو. بما ان اور الزيرو ملوش تاثير، الواحد هو اللي ليه تاثير. خلاص اهو. نعم ليه ايه؟ ليه خدت ايه؟ لا ان هم ستة انستراكشن بس، مفيش حاجه طبعا. الكلام ده مثلا دي ايه؟ واحد 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 وفي الاخر زيرو، الاخر واحد داش ومضروب فيه. لا ما هي دي زي دي، لان اصل احنا بنقول دلوقتي مع الخمسه دول اما تحط دي اور، اما حطينا اور الخمسه دول خلاص هيدوا لك الواحد اللي انت عاوزه من غير الزيرو. ما انا بقول لك من غير الزيرو. لو حطهم اور مع بعض، لو كلهم اور مع بعض اول واحد يحقق ويزود. يعني ايه لو كلهم اور؟ ما هي اور كلهم مع بعض، اور كلهم اور. يو 1 زائد يو 2 زائد يو 3. طيب. بيحقق كله، او بيحقق اول واحده وثاني واحده وثالث واحده. طيب. لما كده هيدي واحد من ثلاثه. يعني ايه هيدي لك واحد؟ هو انت بتنافس ثلاثه مع بعض. هو في ثلاثه انستراكشن هتنافسوا مع بعض ولا بتنافس واحده واحده؟ طيب هو ده الكتر. عشان كده الاور بما انها واحده واحده هتنافس كده، هيدي لك واحد بس عند اي احتمال مين؟ بس. نعم. لا مش اند. الار واحد هتبقى اور. انت عاوزاها بواحد لما الاربعه دول الخمسه دول بوحيد. بس طبعا الخمسه ما بيحصلوش مع بعض. صح ولا لا؟ يا دي يبقى بواحد، يا دي يبقى بواحد، وبالتالي ما دام واحد يبقى هديلك واحد. صح ولا لا؟ الاخيره بتحصل لوحدها. هل انت عاوزه الار 1 بواحد عندها؟ لا، فما دخلناهاش، مش هيدي حاجه. مش هيدي حاجه لانه انا ضامن. لما الاخيره بواحد كل اللي قبلها بكام؟ بصفار. صح؟ طيب خلاص كده يا جماعه. طبعا الكلام ده يعني شكله بعض الناس متلخبطه فيه، خدوا بالكم. الكود ده صحيح فيه وحدات مع بعض، بس الاكسكيوشن بيحصل انستراكشن باي انستراكشن. مفهوم؟ يعني ايه بيحصل انستراكشن باي انستراكشن؟ يعني معناها ان عمرك ما هتلاقي الخمس وحدات دول مع بعض، ولا حتى أربعة، ولا حتى ثلاثة، ولا حتى اثنين. مش هتلاقي دايما غير ايه؟ واحد بس. عشان كده الأور لجزء منهم صح. عاوز تعقد الدنيا وتاخد ستة بيت وتحط البيت دي بار مش غلط، بس ما تستخدمش الأبسط. واضح؟ طيب يبقى اكن هو ده اللي بيعكس الفانكشن المطلوبه هنا. ولذلك ادي شكل الدايره بتاعتنا. نعم. دي حاجه هنا، لا دي حاجه تانية كنا قلناها، ما قلتش كده. انا بقول افترض ان السيجنال ثبتت باي سبب، اي ايرور ثبتت على قيمه معينه، واحد او صفر مثلا. لا ازاي بقى؟ لو كانت بواحد وانت كنت عاوزها صفر ايه اللي هيحصل؟ ما هو معناها طلع اوت بوت هنا، واضح؟ فجايز الاوت بوت ده ها يدي لك اشاره انت مش عاوزها، واضح؟ فبالتالي او يدي لك بديل، يعني ممكن يدي لك اشاره انت مش عاوزها. ما انت ليه الجزء ده مش مشغله؟ مش محتاجه. صح؟ طب مش محتاجه هيعمل ايه؟ لا يعني هيطلع لي داتا. طب الداتا دي هل انت عاوزها؟ لا انا مش عاوزها. يبقى بالتالي هيحصل ايرور ممكن بسبب كده. اتفهمت؟ يعني بيطلع لك حاجه غير مرغوب فيها. قد تتسبب الحاجه اللي غير مرغوب فيها في شيء. مفهوم؟ اهو ده اللي مقصود ب لو حصل ايرور كده ايه اللي يحصل. طيب ده شكل زي ما قلنا الدايره بتاعتي اللي هي لكل انبوت، لكل قصدي سيجنال. لاحظ بقى كده زي ما قلنا هي دي كون دول وحطهم في بلوك
سمي البلوك ده ايه؟ الكنترول يونت. ويبقى انت دلوقتي ايه اللي انت عملته كديزاين؟ هي الدايره دي. يعني الدايره دي هي دي الديزاين اللي احنا عملناه عشان نعمل الايه؟ البروسيسور بتاعنا. ده هي دي المطلوب كده، كل الخطوات اللي عملناها عشان نستنتج الايه؟ الدايره دي. واحد يقول بس كده، لا ما طبعا انت ظبطت الدايره ده ايه على ايه؟ على الحاجات اللي جايبن قبل كده. وطبعا خد بالك الحاجات اللي جايبن قبل كده لو فاكر حطينا احنا كمان حاجات من عندنا عشان تناسب الايه؟ ال different instruction. يعني مثلا لو لاحظت كده، ده كده الدياجرام نفسه كامل، او ده الستورج ريسورس كامل. احنا لما فرضنا الستورج ريسورس الاول كان شكله ايه؟ كان شكله كده، واضح؟ ده كان شكل الستورج ريسورس اللي انت افترضته علشان تعمله، واضح؟ لكن قلنا ده مش هيناسب كل الانستراكشن، لازم تضيف انت بعض الايه؟ الاضافات. فحولنا ده الى الشكل ده، لقينا فعلا اقتضاء انه ذات نفس الدوائر دي مش كافيه، لازم في حته اصلا مش لوجيك انها تسيبها كده، فلازم تحط هنا بعض المالتيبلكسر، دايره ادر، وجايز حاجات ثانيه طبقا للانستراكشن اللي انت ايه بتعملها. فبالتالي ده الشكل. يعني مثلا هناك ما كانش في حاجه اسمها ساين اكستنشن، صح؟ ما كانش في حاجه اسمها كونكاتينيشن للادرس مع زيروز مع بي سي، خلاص؟ ده كلها حاجات مستنتجه طبقا للايه؟ لشكل الانستراكشن. وانهينا الكلام ده كله بقى بعد كده باضافه الكنترول يونت. يبقى ده الديزاين بتاعي، ودي شكل الكنترول يونت بتاعتي. هو اوتوماتيك، هو لا ليها جزء فيه اللي هو الانكريمنت، مش الانكريمنت هو اللي بي ازاي بقى؟ ازاي يا عم؟ اهو في انكريمنت هتلاقيها، في لود وفي انكريمنت، ما حطيناش، خلاص يبقى مش محتاجين، مش محتاجين اوتوماتيكالي. اوتوماتيكالي خلاص كده. طيب يبقى ده الديزاين. تعالوا بقى نشوف كده البارامترز بتاعت الديزاين ده علشان نعرف البروسيسور. البروسيسور ده اول حاجه انه من انهي نوع يعتبر ريسك. نعم. مال اس 4، اس 4 ده السليكشن بتاع المالتيبلكسر رقم 4، واضح؟ ما هتلاحظ هنا في حاجات السات كتيره برضو موجوده، فاس 4 اهي، في مثلا اس 1 اهي، وادي اس 2 3، وادي اس 2 دي كده هتبقى، معلش دي كده هتبقى تتغير، بدل ما تي 1 دي تبقى اس 4، خلاص؟ اور اور مع دي اهي، لان عندي اثنين فانكشن، عندي اللود اهي اي 30 اند زد اور كام؟ اي 31 اهي اللي هي دي، وبعد كده اس 4 هي اي 30 زد اللي هي دي اهي. نعم معلش ايه؟ الزيرو فلاج، الاوت بتاع الزيرو فلاج، واضح يا جماعه؟ اس 1 مالها؟ فين اس 1؟ اس 1 اهي فوق دي، دي اي 31، اللود اهي، دي اللود، قصدك دي، دي فعلا دي لود، معلش الكوبي والبيست بيعملوا مشاكل، دي اللود فعلا، ودي ايه؟ اس 4، يعني انا مكتبها كده، اغيرها عشان ما لخبطوش، معلش دي واحده. دي لود، ماشي، ودي اس 4 بس. طيب يبقى ده كده هي الكنترولر. تعالوا شوف بقى مواصفات البروسيسور. البروسيسور ده قلنا ان هو من ايه؟ من النوع الريسك. الريسك معناه انه الانستراكشن سايز مالها فيكسد. ايه كمان؟
الاكسكيوشن تايم 1 كلوك، كله بيتنفس في 1 كلوك. خلاص كده، دي اهم تو يعني بارامترز بالنسبه للبروسيسور ده. وده بقى ليها انعكاس على البروسيسور. ايه هو الانعكاسات؟ اهي طبعا الميموري 32 يعني 4 جيجا. بص بقى انعكاس الثبات بتاع الانستراكشن خلالي انه الادرس اللي عندك ها ما بين 2 اس 15 ناقص 1 وما بين ناقص 2 اس 15، معناها ان الجامب بتاعتك او الادرس ما تقدرش تغير الادرس للانستراكشن غير ما بين ايه؟ ما بين 2 اس 15 وناقص 2 اس 15. خلاص؟ يعني ده المساحه اللي تقدر تتحرك فيها بالانستراكشن الواحده. الانستراكشن الواحده تحركك في رينج 64 كي، في رينج 64 ايه؟ كي، سواء في الداتا او للايه؟ للادرس او للانستراكشن. الانستراكشن هنتلاقي فيه زياده شويه هنشوفه. بس وزن الداتا ما تقدرش توصل بالانستراكشن الواحده غير عن طريق غير وزن الاريا 64 كي، رغم من ان الميموري كم 4 جيجا. ايوه لا 2 اس 15، لا 2 اس 15 يعني 64 كي، 2 اس 15 او 32 كيلو. 32 كيلو بايت. بس خدي بالك في بوزيتيف وفي نيجاتيف، يبقى بالتالي الرينج قد ايه؟ 64. خلاص ده السبب بنقول بنتحرك وزن 64 كي. خلاص كده، ده نتيجه ايه بقى؟ ليه حكايه ال 2 اس 15 دي يا جماعه اللي قلنا عليها؟ ليه؟ لان الادرس مكون من اوفست وريجستر. الاوفست هو بيدي لك الرينج بتاع الادرس المتغير. الاوفست بيدي لك الرينج بتاع الادرس ليه؟ المتغير وزن الانستراكشن. وبالتالي يبقى الاوفست ده قد ايه؟ 64 كي بس، 2 اس 16، لان الاوفست 16 بت. يبقى بالتالي اقدر اتحرك وزن سيجمنت صغيره 64 مش وزن 2 اس 32. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه القيمه الايميديت، القيمه الايميديت اللي انت هتديها عشان افرض هتجمع قيمه ايميديت مع ريجستر، القيمه اللي تقدر تجمعها قد ايه؟ ما بين زائد 2 اس 15 ناقص 1 وناقص ايه؟ 2 اس 15. خلاص؟ ده الرينج بتاع الايميديت فاليو. بسبب ايه ده كله؟ بسبب ايه؟ فيكسد ها؟ انستراكشن سايز، فيكسد انستراكشن ايه؟ سايز، هو ده السبب. خلاص؟ طيب برضه البي سي ريلاتيف، لو الريلاتيف ادرس بتاع البي سي برضه ما بين 64 كي. واضح؟ لانك انت برضه في البي سي ريلاتيف بتجمع 16 بت بالاشاره بتاعتهم، يبقى ناقص 2 اس 16 15 او زائد 2 اس ايه 15. او يكون في دايركت ادريس اللي هو بيسايده بس وزن 2 اس 28. وزن 2 اس كام؟ 28. يبقى بالشكل ده اكتر مسافه تقدر تعملها جامب انسايد 2 اس 28، يعني 256 ميجا بس. بينما الميموري كلها كام؟ 2 اس 32 يعني 4 جيجا. فدي نقدر نقول ليميتيشن بسبب الورد ايه؟ سايز. لذلك الثاني بقى البروسيسور اللي هو السيسك كان يعني نقدر نقول امكانياته اكتر، نظرا لانه بيعمل ايه بقى؟ بيحدد لك السايز اللي انت عاوزه، يعني الانستراكشن فيريبل ليه؟ علشان والله لو انت عاوز تدي مثلا ادرس 16، خلاص خد ادرس 16 بس، ده هيخلي لك الايه؟ يخلي لك الانستراكشن اكبر. عاوز ايميديت فاليو 8 ادي 8، يبقى الانستراكشن بايت للكود وبايت للايه؟ للداتا. لو الايميديت فاليو 2 زي الكلام ده في 80 86، لو الايميديت فاليو 2 يعني 2 بايت، يبقى بالتالي حط جنبهم اوب كود مثلا يبقوا 3 بايت. خلاص مره تلاقي الانستراكشن 2، مره تلاقي الانستراكشن 3، مره الانستراكشن 1، وهكذا. ده خصائص السيسك. واضح يا جماعه؟ فده اللي هو موجود هنا. وبالتالي نعم
فين؟ تاني واحدة. احنا دي صلحناها. تاني واحدة لأن بنقول زائد أو ناقص 2 أس 15 ما حسب الزائد، يعني برضه هتبقى زائد أو ناقص. حسب زائد أو ناقص يعني. أو حط الزائد والناقص بره. إيه؟ اما هو كده اصلا بيبقى ريلاتيف، احنا بنسميه ريلاتيف ادريسنج. واضح؟ ريلاتيف يعني يا اما بجنب الفوق او بجنب التحت او الهاي ادرس او اللو ادرس. ليه ايه؟ ليه ايه؟ يعني ايه عملنا ايه؟ مش الفاليو دي ساين اكستندد؟ يعني ممكن تبقى ايه؟ بوزيتيف وممكن تبقى ايه؟ نيجاتيف، صح ولا لا؟ فبتحطها على البي سي، بتجمعها على البي سي، يبقى لما تجمعها على البي سي وهي بوزيتيف يبقى ايه؟ طب لما تجمعها على البي سي وهي نيجاتيف تبقى ايه؟ بس. طيب. يبقى دي البارامتر. بما اننا دلوقتي الخطوه اللي هنعملها دلوقتي او اللي مطلوب نعمله دلوقتي هو ديزاين لنوع ثاني من البروسيسور اللي هو هيكون شبيه بمين؟ شبيه بمين بقى؟ بالسيسك. اللي فات ده كان خاص بالريسك، يبقى عاوزين نعمل حاجه بالسيسك. بس مشكله السيسك يا جماعه انه كومبلكس زي ما قلنا، صح ولا لا؟ يعني انستراكشن كتيره قوي، خلاص هناخد حاجه شويه صغيره. واضح؟ طيب الفورمات كتيره هناخد عدد قليل من الفورمات. طب ليه؟ عشان بس اشوف ده بيتنفذ ازاي او ايه الفيتشرز اللي بتبقى في ده اثناء الديزاين. واضح؟ طيب ايه كمان بتسبب الكومبلكس؟ يبقى دلوقتي بسطنا بعض الحاجات علشان يبقى ايه؟ الديزاين بسيط، لكن مش معنى كده ان هو ما بقاش فيه الكلام ده، لا ده هو فيه كده. من ضمن الحاجات الانستراكشر كتيره، لا هناخد عدد قليل عشان نعرف نعمله ديزاين. الفورماتس كتيره، الانستراكشر فورمات كتيره، هناخد برضه عدد ايه؟ قليل. الهاردوير كومبلكس، هناخد ايه؟ هاردوير سيمبل. فمثلا الكومبلكس عندنا من السيسك في عندي 2 ادرس 2 ادرس اركتكشر و1 ادرس اركتكشر اللي هو الاكيوميليتور او اللي هو 2 ادرس اللي هو في ميموري ادرس ريجستر او ريجستر ميموري سميناه ريجستر ميموري او ايه 2 ادرس. خلاص كده. فانا عندي من الحاجات اللي هي شبيهه بالسيسك يا اما اكيوميليتور يا اما ايه ريجستر ميموري، فهناخد الاكيوميليتور كمان للتبسيط زياده. خلاص كده. وكمان حاجه ثالثه بقى كمان هنبسطها او رابعه، ايه هي؟ انه الانستراكشن فيريبل، انستراكشن سايز فيريبل هنثبتها هنا، ونقول لو انت حبيت تصعبها او حبيت تخليها متغيره ايه اللي يحصل بس، لكن هنتعامل معاها كده. نعم. هنشوف هيبقى في فرق، طبعا في فرق في حاجات تانية، يعني هي مش كده. واضح؟ زي ما قلنا انت طريقة بناء البروسيسور اللي هو السيسك تختلف عن طريقة بناء الايه؟ البروسيسور اللي هو الايه؟ الريسك اصلا. الحاجة الفيتشر الأساسية ما بين السيسك والريسك اللي احنا هنستخدمها هنا هي الانستراكشن، ما قلناهاش دي بقى. الانستراكشن هناك اكسكيوتد في قد ايه؟ 1 كلوك. هنا لا ما اقدرش اعملها بقى في 1 كلوك. كل التبسيطات دي كلها خلتني رحت فين؟ ها؟ للريسك. لو كمان بسطت في دي كمان ما خلاص بقى ريسك، ما هو اللي احنا عملناه قبل كده. فالخطوه هنا ده الديزاين هنا للسيسك ما يقتضيش ان انا اقدر اعمله في ايه؟ في 1 كلوك، لازم هيتنفذ هنا في ايه؟ في اكتر من كلوك. اتفهم؟ ده الفروقات زي ما قلنا. طبعا والتبسيط ده يا جماعه برضو هتقدر تفهمه، يعني لو حبيت انك انت تغير فيه تخلي مثلا انستراكشن او فيريبل سايز هتبقى في بعض الخطوات الاضافيه اللي ممكن تحطها على الخطوات اللي ايه؟ اللي بتعملها في الديزاين دوت. فبالتالي يعني هتفهمنا ده ازاي نحط الكومبلكستي اللي انت عاوزه. طبعا قبل ما ننتقل لدي دلوقتي يا جماعه خدوا بالكم برضو الحته انا شرحتها للمجموعه الثانيه بس كنت هنساها وما اقولها لكمش. ايه هي؟ دلوقتي احنا حطينا في البروسيسور الريسك كم انستراكشن؟ سته. هل الانستراكشن السته دول يكفوا لعمل بروسيسور؟ لا. طب ليه حطيت سته بس؟
للتبصير. طيب يبقى معنى كده ان انت لو عاوز تعمل بروسيسور بقى تكستند البروسيسور ده بحيث يبقى حقيقي لازم تعمل له ايه؟ تضيف له مجموعه ثانيه من الانستراكشن. طبعا هتضيف بس الانستراكشن وتعمل ايه بقى؟ وتبدا تكتب لها ها الترانسفير المطلوب ليها وتجمعه وتعمل الكنترول سيجنال اذا كان هيبقى فيها تعديل. واضح؟ ده كل المطلوب. بس خد بالك بقى في حاجه هتتغير. ايه هي؟ احنا خدنا الاوب كود كام بيت اصلا؟ طبعا 6. مش هقدر اغير فيه على اساس ان هو الميبس مستخدم كام بيت الاوب كود؟ 6. يبقى انت لو حبيت تضيف مثلا انستراكشن 7 هتعمل بيها ايه؟ هنغير في الكودنج، هنغير في الكودنج بتاع الايه؟ الانستراكشن. واضح؟ بمعنى ايه تغير في الكودنج؟ يعني مثلا بدل ما يبقوا الستة 1 بيت بتعرف كل انستراكشن، لا هعمل كومبينيشن بقى. اعمل ايه؟ كومبينيشن. يعني مثلا اقول يبقى الانستراكشن الاولانيه كله صفار مثلا، الانستراكشن الثانيه 1، الانستراكشن الثالثه 2، الانستراكشن الرابعه 3، زي ما بنعمل زي ما هنعمل في السيسك دلوقتي. خلاص كده؟ يبقى انت لازم تغير في الكود من ناحيه الكود بتاع كل انستراكشن وليس من ناحيه عدد البيتس، لان عدد البيتس ايه؟ ثابت. واضح؟ وبالشكل ده يبقى معناها تقدر تحط كام انستراكشن؟ 64 انستراكشن. اتفهم؟ ده الاضافات اللي انت عاوز تعملها لو حبيت تحط ايه؟ انستراكشنز زياده على البروسيسور. تعالوا بقى نشوف الديزاين بتاع السي بي يو اللي هو السيسك بقى. ده زي ما قلنا، نعم، ما هو ده استكمال المحاضره. ده البروسيسور اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي، السيسك ده في الايه؟ انا ما سمعت. لا الريسك خلص خلاص، ده كنا ذكرنا ايه؟ ده هنسميه سيمبل سي بي يو ديزاين، مش ميبس بقى. ده مش ميبس اهو، ديزاين اوف سيمبل سي بي يو بس. الثاني كان اسمه ايه؟ ميبس لايك او ميبس. خلاص؟ ده هنا حاجه ثانيه. خلاص؟ طبعا خدوا بالكم في ايه يا عم، انت زعلان ليه بس؟ لا كل واحد بيشاور على الثاني. طب اللي جنبك زعلان ليه ما دام انت عرفته؟ لا هو بيقول ما ترسي على حل، اللي وراك ولا اللي قدامك ولا اللي جنبك قصدي؟ ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اي بروسيسور يعني اصلا اللي فات. خدوا بالكم معلش، اللي فات ده كان بروسيسور موجود كوميرشال فعلا، يعني تقدر تشتري بروسيسور اسمه ميبس. ده كده انت بتعمله كاكزامبل، فمالوش اسم يعني. اكزامبل فمالوش اسم، سميه انت بقى زي ما انت عاوز، عشان كده سميناه سيمبل سي بي يو. طيب السلايد دي يا جماعه موجوده برضو في اول المحاضره اللي فاتت. ليه؟ لان هي دي البارامترز او تقدر تقول الحاجات اللي بتبقى جيفن علشان تعمل ايه؟ اي بروسيسور. عشان تديزاين اي بروسيسور لازم نحدد له الانستراكشن سيت اركتكتشر بتاعه. واضح؟ ايه هي الانستراكشن سيت اركتكتشر؟ اهي الستورج ريسورسز زي هنا. خلاص بقى. الحاجه الثانيه الانستراكشن فورمات. الحاجه الثالثه الانستراكشن سبيسيفيكيشن او الانستراكشن سيت. خلاص؟ دول موجودين لاي بروسيسور عاوز تعمل له ديزاين سواء سيسك او ريسك، حدد لكل بروسيسور الكلام ده. هناك حددناهم، هنا برضه هنحددهم. فادي اول كومبوننت. دي شكل الكومبوننت الاولانيه في البروسيسور اللي هي الستورج ريسورس. بس دي معموله مختلفه عن الثانيه شويه. احنا هنا السيسك بيستخدم كام ميموري؟ واحدة. خلاص؟ لأن قلنا الأركتكشر بتاعه فون نويمان، الثاني كان الأركتكشر بتاعه إيه؟ هارفارد. خلاص؟ طيب يبقى هنا عندي 1 ميموري وعندي داتا باث. الداتا باث بتاعنا أبسط داتا باث اللي هو مين؟ أكيوميليتور. أكيوميليتور بيز أهو، أدي الأكيوميليتور بيز. حاضر.
خلاص. فقلنا اكيوميليتور بيست اهو. ادي داتا باس بتاعي اكيوميليتور بيز، ادي الاكيوميليتور لو سمحت، وادي الاي ال يو. الاي الاكيوميليتور هو الطرف الاساسي او الطرف ايه للاي ال يو، وهو نفسه الايه الاستوري بتاعه. ده اول حاجه الداتا باس بتاعه. الميموري ادي الميموري اهي، بس خد بالك بقى الميموري هنا بيبقى محتاجه كادرس، بما انها ميموري واحده محتاجه ريجستر سميناه الام اي ار عشان يديها الايه الادرس، ومحتاجه ام دي ار عشان يديها الايه الداتا او ياخد منها الداتا للريد والرايت اهو، ومحتاجه طبعا اشاره ريد ورايت زي التاني مفيش مشكله. بس دي هتشمل الاثنين، تشمل ايه الداتا والانستراكشن، ده يشمل الداتا والانستراكشن. خلاص كده يبقى دول حاجات جيفن اهي، وادي كده جيفن عشان تناسب ده. بعد كده بما ان بيبقى فيه هنا البرنامج في الميموري، وقلنا البرنامج عشان تنفذ الانستراكشن انستراكشن باي انستراكشن، يبقى محتاج ايه كمان؟ ها؟ محتاج ايه؟ اهو محتاج ايه؟ بروجرام كاونت البي سي، يبقى محتاجين بي سي اهو، ادي البي سي. يبقى كل ده مطلوب لازم، ما دام في بروسيسور يبقى في داتا باس، ما دام في داتا او ميموري يبقى في معاها ميموري داتا ريجستر وميموري ادرس ايه ريجستر، ما دام في بروجرام بيتنفذ يبقى عاوز ايه البي سي، ما دام ده بروسيسور عاوز تعمل له ديزاين، معنى ديزاين يعني تعمل ايه كنترول يونت. يبقى عرفنا كل الكومبوننت دي، ودي جيفن زي ما قلنا مش هتعمل فيها حاجه. لكن هنا زاد حاجه بقى، زاد حاجه اسمها ايه الاي ار، ده الاي ار ده زاد، مش بس ده اللي زاد لا، وزاد حاجه تانية هنا كمان. ايه الباص؟ الباص معناه ان انت الريجستر دي والاي ال يو والداتا باس ده كله عاوز تربطهم ببعض عشان تقدر، اكيد هتحتاج ترانسفير من واحد للتاني، فبالتالي يبقى عاوز باص يربطهم عشان تقدر تعمل الترانسفير. فبالتالي اضفنا هنا باص داخلي غير الباص بتاع مين؟ بتاع الميموري. خلاص كده. هناك طبعا كانت الحاجة كلها ها بتطلع في وان كلوك، فلذلك كان ايه؟ كان بتعمل فيتش من الميموري، والميموري تطلع الداتا تروح لده، وتروح السيستم كله مفتوح وزن الكلوك. هنا لا، هنا لا. فبالتالي لازم نعمل الخطوة الأولى في كلوك. فاكرين الخطوة الأولى اللي هناك كنا بنعملها كان اسمها ايه الخطوة الأولانية خالص في كل الانستراكشن؟ اسمها ايه؟ الفيتش. بالظبط هنا هنعمل برضو لازم فيتش، ما هو بروسيسور زي التاني، بس الفيتش هنا هتتنفذ في كلوك، ويبقى الكلوك اللي بعد الفيتش الداتا هتضيع لو كنت سبتها في الميموري. واضح ولا لا؟ وبالتالي عشان كده محتاجين ريجستر اسمه اي ار، ريجستر اسمه ايه؟ اي ار. يعني ايه اي ار؟ يعني انستراكشن ريجستر. انستراكشن ايه ريجستر؟ ايه مهمة الانستراكشن ريجستر ده؟ ان انا لما اروح للميموري اجيب الانستراكشن اجيبها في الخطوة الاولانية واحطها فين؟ في الاي ار، عشان ابدا انفذها بقى واخد الخطوات بتاعتها. نعم. بحط فيه الانستراكشن لما بجيبها من الميموري. ليه ايه؟ هتنفذها ازاي اذا كانت في اذا كان في الميموري وما حطيتهاش انت في الاي ار؟ خلاص احنا قلنا الخطوات هنا عاوزه كذا كلوك، اول كلوك هي مين؟ فيتش. بعد كده في ايه؟ الاكسكيوت. خلاص بعد كده في الايه؟ الاكسكيوت. بس خد بالك اول خطوه هنا بنقول الفيتش، اوعى تفكر ان حتى ان الفيتش هتبقى في كلوك، اوعى تفكر ان الفيتش نفسها هتبقى في ايه؟ في وان كلوك. لا ده هتبقى في اكتر من كلوك. خد بالك. المهم تعالى نشوف الاي ار ده هنحتاجه ليه. في كلوك هنفتحها عشان نطلع الانستراكشن،
خلاص. وتجاوزا هنقول ان احنا خدناها حطيناها هنا، يبقى دي الفتش اللي احنا قلنا عليها خلاص في نفس الكلوك. بعد كده ليه حطيتها هنا؟ لان بعد كده عاوز انفذها. عشان انفذها يعني هعمل خطوات التنفيذ جوه الايه، جوه السي بي يو نفسه، صح ولا لا؟ هي الميموري دي جوه السي بي يو بره، يبقى عشان تنفذها لازم تكون الانستراكشن فين؟ جوه السي بي يو. فلذلك حطيتها في ايه؟ في الريجستر ده، بنحطها في الريجستر ده عشان نعرف هي ايه، واضح؟ وما هي الخطوات المطلوبه لتنفيذها. اللي كان بيقول ليه حطيت الانستراكشن في الاي ار؟ الايه؟ يا عم اي اكيوميليتور ما فيهوش اي ريجستر على الاي ال يو، ما هو ده مش ريجستر؟ رد، ده ريجستر ولا لا؟ وده ريجستر ولا لا؟ ليه حاطينهم؟ دول متطلبات مين؟ متطلبات الميموري. فما تجيش تقول لي كده اللي احنا بنقول ما فيش اي ريجستر كطرف على الاي ال يو في الداتا بس، بس ريجستر واحد، ما قلتش ان جنرال. خلاص؟ نعم؟ طيب خليها بس، المهم هنجيب الانستراكشن ويبقى نشوف ازاي. خلاص؟ واضح؟ ايه تاني؟ لا خلينا نشوف بس، هنحددهم بعد شويه. خلاص كده؟ تعالوا نشوف بقى الحاجات دي حددناها، دول الريجستر الاساسيين وعرفنا قدهم قد ايه. طبعا خد بالك بقى الطول بتاع الريجستر دي هو اللي بيحدد، لو سمحتوا بلاش كلام، بيحدد الامكانيات بتاعه البروسيسور. طيب يبقى ده كده الهاردوير او الاستورج ريسورس. تعالوا نشوف الكومبوننت الثانيه اللي هي الانستراكشن سيت. طبعا زي ما قلنا هنحط عدد بسيط قوي من الانستراكشن، هنعمل الاربعه انستراكشن دول بس. خلاص؟ الاولانيه اسمها ايه؟ لود. لود ايه بقى؟ لود من الميموري. خلاص؟ اهو ادي الشرح بتاعها، معنى لود اكس واي زد بين قوسين يعني هات لي الميموري اللي عنوانها ايه؟ اكس واي زد، حطها فين؟ في الاكيوميليتور. ادي اللود، دي الانستراكشن الاولانيه. الانستراكشن الثانيه لازم تبقى عكسها اللي هي ايه؟ ستور. ستور يعني ايه؟ هات لي الكونتنت بتاعت الاكيوميليتور وحطها في الميموري اللي عنوانها كام؟ اكس واي زد. دي الانستراكشن الثانيه. الانستراكشن الثالثه اد، عشان نستخدم الاي ال يو. معناها ايه؟ هات لي الميموري دي اللي في العنوان ده، اجمعها على الاكيوميليتور وخزن النتيجه فين؟ في الاكيوميليتور. خلاص كده؟ ادي الانستراكشن الثالثه. الانستراكشن الرابعه ها بي ار سي. بي ار سي يعني برانش اف كاري. خلاص؟ لو كنت عاوزها زي البروسيسور الثاني خليها برانش اف زيرو. خلاص؟ يعني عاوز اقول لك الانستراكشن دي زي الايه؟ زي الثاني، بس هنا ممكن تغير في الكونديشن. يعني برانش لو الكاري بواحد، او برانش لو الزيرو بواحد، او برانش لو الاوفر فلو بواحد، زي ما انت عاوز. واضح؟ فالكونديشن هنا طبعا احنا بنحط واحده، وطبعا لو عاوز تحط كذا واحده يبقى دي هتتغير، بس الكونديشن بتاعها هو اللي ايه؟ هيتغير بس. دول الاربعه انستراكشن اللي احنا عاوزين نعملها. خلاص كده؟ نعم. ما قلت برانش. برانش ايه في كاري؟ كاري لو الكاري بواحد. لو الكاري بواحد اعمل برانش. لو الكاري بصفر ما تعملش برانش. مفهومة؟ نعم. لو ايه؟ يا عم انت لو عاوز، ما انا بقول لك ايوه، لو انت عاوز اي حاجه غير ده او حط اضافه ثانيه، انا بقول لك اهو. طبعا دول زي ما قلت دول لوحدهم، لو سمحت الكلام اللي احنا قلناه، هل في بروسيسور في الاربعه انستراكشن دول بس يا جماعه؟ لا مفيش. واضح؟ وطبعا خد بالك الكلام ده كنا قلناه زمان قوي في الاول خالص في اول المحاضرات اهو. بص كده، ادي المواصفات بتاعه الانستراكشن التي يجب توفرها في اي بروسيسور اهي. ادي مجموعه داتا ترانسفير انستراكشن، هات من الميموري للريجستر او من الريجستر للريجستر او من الريجستر للميموري. ادي اول مجموعه. هل عندنا كل ده؟ لا، عندنا بس ايه؟ لود وستور. خلاص. ايه كمان؟ فلو اوف كنترول.
فلو اوف كنترول يعني معناها الجامب والبرانش. احنا خدنا ايه؟ واحده بس. ايه كمان؟ اريثماتيكولوجيك. اد وسبتراكت واور واند. خدنا ايه؟ حاجة واحدة بس. طب سبيشال انستراكشن. ما خدناش حاجة من سبيشال انستراكشن. حتى دول في حاجات مهمة جدا ما خدناهاش. يعني جامب ابسوليوت ما خدناهاش. خدنا جامب كونديشنال، صح ولا لا؟ في كمان من ضمن الفلو كول. كول دي كول دي مهمة جدا، لازم تبقى موجودة. ما خدناهاش. خلاص؟ ايه كمان؟ وغيرها وغيرها وغيرها. فبالتالي احنا هنا زي ما اقول بنحط عدد بسيط من الانستراكشن عشان نعرف نعمل له ايه؟ امبلمنتيشن. وبعد كده ابقى زود زي ما انت عاوز بنفس الخطوات اللي زودنا فيها. طيب نرجع للكلام بتاعنا. ادي كده الداتا باث والستورج ريسورس، ادي مجموعه الانستراكشن اللي احنا عاوزين ننفذها، ادي الفورمات. هناخد ابسط فورمات. ايه هي ابسط فورمات؟ الانستراكشن هنعتبرها ايه؟ ليها اوب كود، والباقي بقى الايه؟ البارامترز، بقيه البارامتر اللي هي الاوبرنت. فاذا كان ليها اوبرنت هنكتب الاوبرنت في خانه الاوبرنت. ملاش اوبرنت ها؟ يبقى هنسيب الاوبرنت ده ايه؟ فاضي. مفهوما؟ طيب تعالوا نشوف كده بقى، يبقى اوب كود واوبرنت. طب الاوب كود ده يا جماعه عاوز كام بيت للاوب كود؟ هناخد على قد الايه؟ الانستراكشن. عندك كام انستراكشن؟ يبقى عاوز كام بيت؟ طب افرض زودت الانستراكشن بقوا بخمسه، زود ثلاثه. بس خد بالك بقى، زياده الانستراكشنز بيؤدي الى انك انت بتقلل امكانيات البروسيسور شويه. ليه؟ بص كده، الانستراكشن سايز ثابت، ففرضنا انه هو 16 بت. لما تحط اربعه انستراكشن يبقى الاوب كود خد كام؟ 2 بت. يبقى اللي فاضل كام؟ 14. يبقى اكبر ادرس قد ايه؟ ها؟ 2 اس 14 وورد. خد بالك 2 اس 14 ايه؟ وورد. وورد يعني السايز بتاع الريجستر. خلاص؟ اللي هو 16 يبقى 2 بايت يعني. خلاص كده؟ طيب لو خليتهم 3 بت للاوب كود تبقى 2 اس 13، واضح؟ كذلك الايميديت فاليو. الايميديت فاليو اللي انت تقدر تستخدمها هتقل برضه ولا لا؟ هتقل الايميديت فاليو اللي انت تقدر تستخدمها. فبالتالي ادي الفورمات اهي حاجزينها بالشكل ده. لما خدناها 2 بت اوب كود والباقي ده اسيومنج ان زي ما قلنا انها فيكسد لينس، الانستراكشن اوف فيكسد لينس. واللينس بتاعها يساوي الريجستر سايز. لو سمحتوا الناس اللي بتتكلم صوتكم عالي. الانستراكشن سايز على قد الريجستر، الريجستر 16 يبقى الانستراكشن 16. نعم. هنا. لا ووردز. مش انت بتأدرس الوورد على بعضها بتملى الريجستر بتاع الداتا؟ صح. طب ده قد ايه؟ مش زي بس يا عم، هو انت بتطلع ادرسين، ادرس للبايت وادرس للبايت الثاني، ولا بتجيب ادرس الاثنين على بعض؟ هي اصلا الادرس ده للباص بتاع الميموري على طول، ادي ادرس يطلع لك الداتا. واضح؟ الداتا دي هتركب فين؟ في ريجستر قد ايه؟ خلاص يبقى الداتا 16. واضح؟ لو كانت 8 يبقى انت عندك الادرس الريجستر ده نفسه متقسم لحتتين. واضح؟ بحيث تقدر تختار بيت وتختار البيت الثاني. ولازم يبقى في حاجه اسمها انيبل للادرس، حاجه اسمها انيبل ليه؟ للادرس. مفهوم كده؟ طبعا حته كنت شرحتها بس للمجموعه الثانيه في اللي هي الموضوع بتاع الريد او شكل الوورد وشكل البايت ازاي، بس طبعا مش هقولها لكم، بس انا مش عاوز اطول عليكم عشان الوقت قرب يخلص، ومش مهم هي بس الشرح ممكن يبقى في فيما بعد. نعم. من اللي كان بيرفع ايد؟ ما هي اصلا الميموري كده، بما انك مدي ادرس واحد والويتس بتاع الوورد 16 يبقى هو ده كده. واضح؟ لانه البايت ادرس بيبقى ليها حاجه ثانيه هقولها لكم وخلاص.
الميموري يا جماعه خدوا بالكم، طبعا هنقول الكلام اللي خاص بالبروسيسور اللي فات. البروسيسور اللي فات عشان أصل سبب السؤال ان واحد سالني بيقول لي ليه انت بتحط الاثنين زيروز دول؟ فاكرين لما قلنا في الجامب بنحط اثنين زيروز؟ السبب خد بالك، ادي الميموري اهي بتاعت البروسيسور اللي هو الميبس قد ايه؟ 32 بت. خلاص 32 بت يعني كام بايت؟ 4 بايت. خلاص كده يعني معناها ادي الورد الاولانيه اهي مقسمه الى 4 بايت، طبعا مش في الاولانيه بس، الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه. خلاص البايت ده رقمه كام يعتبر؟ زيرو. والبايت ده كام؟ واحد، ها؟ اثنين، ثلاثة. لو انت عاوز تعاونه من بايت، لو انت عاوز تعاونه من ايه؟ بايت، يبقى ده كده عاوز زيرو، واحد، اثنين، ثلاثة. طب لو عاوز تعاني الوورد يبقى ده كله على بعض، يبقى ده العنوان هيبقى هنا، يبقى العنوان ده زيرو. دي الوورد رقم ايه؟ زيرو، مكونة من كام؟ 4 بايت. خلاص كده؟ طيب الوسيلة الثانية الورد اللي بعدها بقى، ها؟ عنوانها كام؟ 4، لأن الوحدة بتاعتك هي الورد البايت، اسف الوحدة الورد البايت، وبالتالي كأنك بتقول دي مين؟ ده البايت رقم 4 وهو نفسه عنوان الورد دي. يعني عنوان الورد هو نفسه عنوان الايه؟ البايت. واضح؟ طيب خد بالك من حاجة، دي واحدة يا عم خلينا هنا بس دلوقتي، خلينا في دي دلوقتي افهم دي. خلاص دي 4. خلاص يبقى دي كام؟ 5 6 7، ودي تبقى كام؟ 8. اكتب كده العنوان ده هتلاقيه دايما فيه صفر صفر، الأربعة برضو صفر صفر، الليست سيجنيفيكانت 2 بيتس بكام؟ بصفر على طول، لأن العنوان ده 0 4 8 6 12 16، صح؟ فده السبب الصفر صفر. تعالوا كمان نشوف حاجة تانية. دلوقتي أنت لما تدي عنوان 00 الباص اللي أنت بتقراه، ها؟ ما فيش اختيار لدي لوحدها ولا دي لوحدها ولا دي لوحدها ولا دي لوحدها. واضح؟ يبقى معناها إن أنت بتأدرس وورد. بتأدرس إيه؟ وورد، بتروح تجيب الوورد على بعضها. تقسيمة الموضوع ده مش موجود في البروسيسور اللي هو الميبس، وان كان موجود في البروسيسور بتاعت الانتل، الانتل بروسيسور اللي زي ده بالظبط اللي هو 386، يقدر يعمل ازاي؟ يقدر يتعامل مع وورد 4 بايت، ويقدر يتعامل مع وورد 2 بايت عشان الكومباتيبل اللي قبل كده، ويقدر يتعامل مع بايت بس، بل كمان فيه يقدر يتعامل مع 3 بايت. واضح؟ طب ازاي اديت له الامكانيه دي؟ عنده حاجه هنا لكل بايت في حاجه اسمها انيبل، لكل بايت في ايه؟ انيبل. انيبل لده وانيبل لده وانيبل لده وانيبل لده، وبالتالي يقدر يقرا بايت بس، يعني ما يجيبش من الميموري غير بايت واحد. ازاي؟ كل اللي عليه يطلع العنوان بتاعه اللي هو الزيرو ده. العنوان ده زيرو وده 4، يبقى لو عاوز حاجه من هنا يطلع زيرو، وينيبل واحد من دول حسب البايت اللي انت عاوزه، او ينيبل ايه؟ 2 او 3 او 4. يبقى بالشكل ده عنده اكتر من اوبشن، اكتر من ايه؟ من اوبشن. واضح؟ طبعا الاكتر من اوبشن مقيد، يعني علشان اجيب حاجه 1 بايت مفيش مشكله، اي بايت تقدر تختاره، لكن لو 2 بايت لازم يبقوا ادجيسنت، لازم يبقوا ايه؟ ادجيسنت، يعني يجيب دول او دول او دول، ما ينفعش دي مع دي ولا دي مع دي ولا دي مع دي. خلاص كده؟ وبالتالي ده شروط الاكتيفيشن بتاع الانيبل. الميبس ما فيهوش كده، الميبس ما فيهوش ايه؟ الحكايه دي. وبالتالي الادرس ادرس للورد على طول بس. ما احنا قلنا بايت اصلا يا عم، انت مش العناوين اهي بتكتبها كده، دي زيرو كام؟ دي كام؟ 4. يبقى اخر عنوان هو كام؟ 2 اس 32 ناقص 4. واضح؟ لان هي الوحده اللي بتقيس بيها هي البايت، لكن الادرس اربعات. نعم.
لا مش فاهم تقصدي ايه. لا بيأكسس بايت ال 80 86 وتوابعه بيأكسس بايت لوحده ممكن سواء ليست او بوست. ولذلك خدوا بالكم برضو فرق صغير ما بين ده وما بين ده. البروسيسور اللي هو الميبس عنده ادرس اسمه A0 A1 اللي هو 32 بت، في ادرس اسمه A0 A1 بس بنخليهم بكام؟ 0 0 دايما. عشان كده بنقول الورد دي كده يعني انها الايند، بتبقى الايند يعني متظبطه، يعني الليست سيجنيفيكانت 0 0 ما بتبقاش لا 0 1 ولا 0 2 ولا 0 3. واضح؟ اما البروسيسور 386 ده مالوش ادرس اسمه A0 ولا A1. واضح؟ يعني اول ادرس عنده 2. يعني هو عنده 32 ادرس يبداوا من A2 لحد A32. مفيش لا A0 ولا A1. ليه؟ استبدل الA0 والA1 بالاربعة انيبل ده. واضح؟ عشان يدي كل الامكانيات. اما الثاني اللي هو الميبس عنده 0 0 ما استبدلهمش بحاجه، فبالتالي ثابتين على 0 0 لانه ما يقدرش يدرس بايت. واضح؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يختار بايت او اثنين او ثلاثه او اربعه، لازم يختار الايه؟ الورد على بعضه بس. طيب خلاص خمن ده.